خذ هذه القطرة يا زغلول وستخلص من الألم تماما. لا 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 لا, لا يجوز هذا يا سبونج بوب. ليس كل دواء نستخدمه يصلح لعلاج العين. لكن أنا استخدمت هذه القطرة بعد أن صرفها لي الصيدلي وشفيت عيني تماما يا حكيم. صحيح, لذلك دعونا نعالج عين زغلول. لكن الصيدلي صرف الدواء للمشكلة في عينيك يا سبونج بوب, وأكيد المشكلة في عينك تختلف عن المشكلة في عين زغلول. اسمع يا سبونج بوب, دعنا نقطر بعين زغلول ولا تهتم لكلام حكيم. ها؟ هيا هيا بسرعة يا زيتون, دعنا نقطر بعين زغلول. أخ يا سلام. هيا 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 يا جماعة, الدواء خطر على عين زغلول. دعك من هذا الكلام يا حكيم, دواء العين كله دواء واحد. سبونج بوب شفيت عينه بهذه القطرة. لكن من قال لكم أن المشكلة في عين زغلول هي نفس المشكلة في عين سبونج بوب؟ يا عيني. انظروا انظروا ماذا فعلتم بعيني. لا يجوز استخدام القطرة أو أي دواء كان دون استشارة الصيدلي. أنتم يا جمهورنا العزيز عليكم الاستفادة من هذا الدرس. هل استفدتم من هذا الدرس يا أصدقاء؟ والآن هيا لننشد معا. يلا صفقة فوق, اسمع يلا.